الآن أنا في المباشر. سي بون. تعرف نحاول باش نعمل المباشر بالكمبيوتر بالبي سي، ما نجمتش نعمل المباشر بالبي سي. المهم شكون موجود؟ يوبا بيان سور، يوبا هو الأول. اي على السلامة، على السلامة. تواتي تقول لي هذا في الموعد، كون هذا في الموعد، فهمت؟ تعرفهم اللي هما عمرهم يكونوا في الموعد، فهمت؟ على هذوما احنا تو احنا نتكلموا مع اشخاص يعني من المفروض لا دينيين، اشخاص يعني معناتها مثقفين، عندهم ثقافه صحيح، فما ياسر منهم صغار، مازالوا صغار وما عندهمش تجربه، ومازالوا كما نقولوا احنا معناتها داخلين الدومين جديد، فهمت؟ ولكن على الاقل تخلصوا من عقده وتعداوا حاجز معين، فهمت؟ يعني هذا هو معناتها المشكل اللي احنا مزعيمين كاب الكلام، وهذا اللي زعيمين كاب الكلام تعلمناه من شكون؟ تعلمناه من الثقافه اللي احنا فيها، والثقافه نتاعنا جات من شكون؟ من المعتقدات والتقاليد الباليه اللي احنا عايشين فيها. اذا مش واحد يقول انا وليت لا ديني ولا خرجت من الاسلام يعني يكهو ولا انسان طياره ولا يعرف كل شيء. هذه هي المشكله نتاعنا. الاسلام شنو يعلمك؟ يعلمك فكرة الرأي الواحد، الرب الواحد، القرآن الواحد، الرسول الواحد، الأرض الواحدة، الحق المطلق، الحبل المتين، كل شيء واحد 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 واحد. إذن هذا ربه هنا من الصغر، من الصغر في العقلية متاعنا البو الواحد هو اللي يسيطر، فهمت؟ البو هو اللي يسيطر، كل شيء معناتها يعتمد على الواحد. وقت نخرج من الدين او من الاسلام ونتحروا، مع الاسف كثير منا يبقوا يحملوا هذه الفكره، فهمت؟ كثير يبقوا يحملوا هذه الفكره بتاع الواحد، وما ينجموش يخرجوا من هذا الاطار اصلا. هذه نقطه. نقطه ثانيه مهمه، كثير معناتها ما يخرجوا من الدين يسخيب روحه هو، كيعرف الرب او البطيخ او التنين او ما نعرفش شكون مش موجود، اكهو ولا يعرف كل شيء، فهمت؟ ما عادش لا يحترم لا صغير لا كبير لا اللي يدبي على الحصير، يولي هو الكل في الكل. وهذه مع الاسف تابع العقليه، العقليه كيما واحد مثلا وقت يجي يدخل في الاسلام ولا يعرف حقيقه الاسلام يولي هو الكل في الكل، فهمت؟ يولي هو خليفه الله في الارض. تو تشوف المسلمين اللي غير شويه يقرا شويه قران ولا يعرف شويه قران، اي خلاص يولي هو الرب نفسه، فهمت؟ يولي هو لا اله الا هو وحده لا شريك له، يولي هو اللي يعرف ربي شنو هو يحب وشنو ما يحبش، يولي هو الحاكم نتاعو. وهو يا ولدي ربي يبعث يشيط اصلا، ما عادش يحكي معاه ربي، يولي هو الرب. هذه العقليه، العقليه المشكله بتاع العقليه هذه هي اللي هلكتنا. ولا واحد يجي يتعلم اربع حاجات، فهمت؟ وواحد تلقاه قاري، فهمت؟ ومعناتها وعمر وتجارب و20 الف حاجه، مش مساله صغير ولا كبير، مش انا ما عندي حتى مشكله، ما يمكن يكون صغير مخه اكبر من انسان كبير، متفق معك. ولكن احنا ما نفهموش ما يسمى الاختصاص، كل انسان عنده الاختصاص بتاعه، احنا علاش موجودين مختلفين؟ باش انا نتعلم منك وانت تتعلم مني وهذاك يتعلم من الاخر، انا ما نجيش نتكلم في حاجه ما نفهمهاش. تو نشوف هذوما الملحدين الجدد وهو راهو مش غلطتهم هما، على خاطر لم يتم تأطيرهم بل تم توجيههم للتفاهات. حصروا الالحاد على بيره وكعبه شراب ونيكا اكهو، فهمت؟ غير هذا المساله وكهو. وهاو يتمنيك لك على محمد رسول النكاح، شمنا في ربه محمد، ما خرجت من الاسلام، كملت من الاسلام، فهمت؟ يعني احنا معناتها انا في الحقيقه راني نتكلم ما غير حتى برنامج، معناتها عندي حاجات في قلبي حبيت اقولهم لا اكثر ولا اقل، فهمت؟ يعني ومانيش نطرح في نفسي مسؤول، مانيش مسؤول انا، حتى واحد فينا ما هو مسؤول، فهمت؟ حتى واحد فينا ما هو مسؤول، ولكن لازم كل واحد يتحمل المسؤولية بتاعه زادة في نفس الوقت.
طو في المجموعة احنا قلنا ووضحنا، قلنا هذه المجموعة ليس لها أي توجه حزبي ولا حركي ولا جمعياتي، هذه مسألة واضحة وتنطبق على الجميع. وأنا ما دخلت في المجموعة هذه إلا بالاتفاق مع يوبا على المسألة هذه. كل واحد منهم ينتمي الحزب، ينتمي الجمعية، ينتمي الجهة، هذاك أمور. نجم ننقضوا كل الأحزاب وكل الشخصيات السياسية وكل الجمعيات ونفرغوا قلوبنا ونقولوا ينحبوا عليه، ما فما حتى مشكلة. أما باش تتحول إلى صراع من بين هذا الحزب وهذا الحزب وهذه الجمعية وهذه الجمعية وهذه الحاجة، معناتها ماهوش معقول. فهمت؟ مانيش باش نتقدم. إنسان يجي يقول رأيه، فهمت؟ رأيه في حاجة، تلقى كيف الهمج يهجموا عليه، فهمت؟ ولا وشوف الإجابات نتاعهم، أنت تنايك وحدك، وش تحكي؟ فهمت؟ أهلا أهلا منى، وش تحكي؟ وش تخرف؟ وأنت قريت لي 4 كتب وكذا، كلام فارغ هذا. يا رب قول لنا شنو هو الكلام الفارغ، عبر، كلم، تكلم، تكلم، قول شنو هو الكلام الفارغ. لا هذه حكاية فارغة، لا اللي تهبطوا وانت برك حكاية باهية، فهمت؟ ضربنا نضربوا مثلا البارح على بورقيبة، واحد قال رأيه، قال ها وجهة نظري في بورقيبة، وهي ياسر أشخاص يتفقوا معاه في الفكرة، سوى معناتها كليا سوى جزئيا، وكل واحد لازم يعبر على رأيه. امشي شوفوا واقراوا التعليقات، فهمت؟ امونه تهبط مثلا المعلومه، انا امونه مثلا قدش من حاجه صدقني انا مانيش علمي وما نعرفش المجال العلمي وماهوش دومين وما ندخلش خشمي في الحاجه اللي ما نعرفهاش. ساعات تهبط معلومه معناتها ازول تهبط معلومه علميه نفرح، يعني ما عنديش الوقت باش نمشي نفركس باش نبحث تحت عليها. اي انسان يلقى حاجه باهيه تنفعنا، تو احنا ما عندنا ما نعملوا عاملينها مجموعه سريه باش نهار الكل نهبطوا هاو محمد ناك عايشه وهاو فلان ناك درا شنو. صحيح نجموا نتكلموا، ما فماش حدود لحريه الفكر. يا امونه انا متفق معاك، فما ياسر مخاخهم زيرو، علاش مخاخهم زيرو؟ سأل السؤال علاش مخاخهم زيرو؟ لأن الملحدين أغلبهم اللي في تونس مسيطر عليهم الطبقة السياسية وجمعيات تابعين الحكومة التونسية اللي تحب تستعملهم كوسيلة ضغط، فهمت؟ على الحركة المنافسة. احنا شكون عندنا؟ عندنا 2 أحزاب في تونس، فهمت؟ كبار. الباقي الكل سوسون دي ساتيليت، أقمار صناعية، من أصغر حزب لآخر حزب، كلهم عملاء وبالتجربة. وكثير منا فما واحد صغار يجيني واحد ساعات يحكي معايا 18 سنة ويقول لي لا وكذا وش تعرف انت؟ لا ما نعرفش، انا ما نعرفش، لا انا نعرف لا الاخر يعرف لا حتى حد يعرف، فهمت؟ راسنا شاب في هذه الامور، فهمت؟ اهلا حنيبان، اهلا وسهلا، فهمت؟ يا ولادي كل واحد يتكلم في الاختصاص نتاعو. توا مثلا واحد يحب عنده حاجه مش مشكل يتكلم فيها مهما كان، فمش منع ما فماش. لكن هذيك التعليقات تنيك وحدك وش تعمل وحكايه فارغه ولا انت كذا وكذا وكذا وكذا، بورقيبة متفقين كل فما اللي معاه وفما اللي ضد وفما اللي ما عندوش راي. اذا خلينا انت قل لي علاش انت ضده وقل لي انت علاش معاه. هي مساله بسيطه، واحد يغزر الجوانب بنظرة معينة، واحد يغزر اليمين، واحد يغزر اليسار، واحد يغزر الوسط، كل واحد شكون رأيه. خلينا نشوفوا الآخر كيفاش يفكر. راهو نتناقشوا على الجروب هوني، ماناش نتناقشوا باش نقنعك ولا تقنعني، حتى إنسان ينجم يقنع إنسان. يا منى لازمنا نحطوا يدينا في دين بعض باش نقدموا بالفعل، هذه هي المسألة. لكن ما تنساش راهو من وقت الثورة المزيفة والتي هي ليس ثورة، فهمت؟ على خاطر احنا مع الأسف، فهمت؟ مازلنا شعوب تقاد، يحبوا اللي يفشلم عليهم ويكذب عليهم ويعمل لهم أفلام وهاو تبيراتينا وهاو درشنوة وهاو وقع لنا كذاب وهاي ضجة إعلامية ودرشنوة وكله كذب.
وفشوش وتفليم افلام هنديه، فهمت؟ كلها افلام هنديه هذيك. الشعب نتاعنا مازال مش واعي، والطبقه الواعيه، فهمت؟ اهلا اهلا شيرات. والطبقه اللي واعيه كما انت امونه ولا غير ولا غير ولا غير، فهمت؟ يطلع لك الدم. نفهمكم، انا نفهمكم، نفهمكم اللي يطلع لكم الدم، انا بيدي يطلع لي الدم. ولكن نقول اخفر لقومي انهم لا يعلمون. واحد لازم يصبر عليهم، فما اشخاص لازم تصبر عليهم. كلمه كي انا نهرب وانت تهرب وشيراس تهرب وفلانه تهرب والكل يهربوا، شكون بقى؟ باش يبقاو في يد شكون؟ فهمت؟ في يد يا اما علماء الدين وعلماء الجهل، يا اما المصلحيين العملاء الكلاب السقاط الانزال اللي يبيعوا فيهم ويشريوا، فهمت؟ وكاو مسألة بسيطة جدا. إذا احنا ما لازمناش نهبطوا يدينا، نواصلوا. يا سيدي سبني انا مثلا، تشوفوا سبان اللي يجيني على الخاص ما تصورش بالك، ومن الملحدين صدقني المسلمين يحترموني، صدقني. ثورة مشتت المسألة، مش غير الأحزاب الداعشية يا أيوبة، فهمت؟ مش غير الثورة، فهمت؟ مش الأحزاب الداعشية. راو اسمع، فما ياسر حاجات مع الأسف. أنا مثلا وانت كنت صغير، ولا حتى شيراز ولا منى، كنا نحترموا الإنسان اللي يعرف خير منا في الدومين بتاعه، نسمعوه، نحاولوا باش نتعلموا منه، باش أنا من بعد نعلم اللي بعده، والآخر يعلم اللي بعده. احنا الفكر هذا ما عندناش، خاصة عند هؤلاء الملحدين. جوستومون سي لا مونتاليتي ا شانجي توتالمون. وي جو سي شيراز، ولكن فما حاجات ثوابت. نعرف المونتاليتي هذاك، علاش انا نصبر؟ فهمت؟ هذاك علاش نصبر؟ ولازمكم تصبروا انتوما، مش تهربوا. مثلا توا هشام مثلا كان هوني معانا يهبط الفيديوهات نتاعو، شوف التعليقات اللي يعملوهم، فهمت؟ اش تنيك وحدك انت؟ ربو هشام يعدي 4 ايام يقرا في كتاب اللي هو عمره ما يقرا حتى التيتر نتاعو، ما يفهموش حتى من التيتر نتاعو، ولا الجمعه وهو يقرا في كتاب باش يعصر مخه. من بعد يجي يخلص له في فيديو نتاع 4 ساعة، يجي واحد نياك ونقولها نياك يقول له اش تحكي؟ اش تنيك وحدك؟ فهمت؟ بهذا، بهذه الطريقه نقدموا احنا، بهذه الطريقه، بهذه الطريقه باش نقدموها. يا سيدي ما فهمتش، قول فهموني. ولا يجي واحد يكتب مثلا تحليل ويتعب روحه وكذا ويعمل مثلا بحث ولا حاجه، يجي الاخر يقول له اش تخرف؟ فهمت؟ يعني سي سا جوستومون يا شيراز، العقلية لازمها تتبدل. السياسة، اسمعني يا أمونة، السياسة نعرفوها خامجة. هذاك علاش أنا حتى معناتها وقت نحكي مع جلال بريك ونقول له يا جلال بريك نحي من بالك، وهو بيده مقتنع بهذه الفكرة، فهمت؟ نحي من بالك حزب سياسي ولا حاجة في تونس، السيستم كله لازم ربه يتقلب على خوه، كيما وقعت الثورة في إسلندا وكيما الثورة الفرنسية. السيستم الكل، السيستم العروبي الإسلامي الكل لازم يتقضى عليه، ما يبقى منه حتى شيء، وكلف ما كلف. جوستومون على الديفونسيف ولا مش على الديفونسيف، أصبر أصبر، فهمت؟ أصبر، ما تهربش. كي نهرب أنا ويهرب زياني ويهرب فلان ويهرب كي، انا ساعات نقول له جلال بريك، معناتها مانيش فاهم انا كيفاش، معناتها مازلت واقف، مازلت واقف. باهي انا معناتها مش كيما جلال بريك حاطط قلبه الكل، فهمت؟ ونتحداكم تجيبوا لي راجل ربكم، راجل راجل في تونس عنده ربع كرزة جلال بريك، ربع كرزته، اوكي؟ وما نقولش الكلام الخايب، اما مثال شو نقول، فهمت؟ على خاطر الكلام معناتها مع بعض الناس، ونقول ديما بعض الناس وانا مانيش نعمم، ونعرف اللي في تونس تحمل طاقات
وقدرات ومفكرين وباحثين وناس نعرفهم نشوفهم هوني أنا ونتصل بهم، لكن يقول لي يا كريم مش باش تحكي مع هالبهايم هذا، ونقولها بهايم ونقولها بهايم، فهمت؟ معناتها اش تحكي معاهم؟ اش تحكي معاهم؟ هذه مش انا قلتها ولا التونسي قالها، لا هذا مصدقني سياسيين في اوروبا، سياسيين قالوها لي، قالوا لي احنا الشعوب هذيك ما نفهمهاش، لازمنا بيون انسان يكونش حتى داعشي، المهم يشد علينا الوسخ نتاعو، احنا نتعاملوا كان معاه، لانهم عباد ما تفهمش، عباد ما عندهاش مخ، ما تحترمش لا كبير لا عارف لا متعلم لا كذا، معناتها ما هم يعترفوا بشيء، انا او لا احد. جوستومون شعب مغفل يا منى، توا احنا نعترفوا اللي هو شعب مغفل، لا نقاش فيه، لا نقاش فيه، لكن هذم اللي نحكيو معاهم هوني، فهمت؟ اللي نحكيو معاهم هوني هذوما اشخاص يعني مفروض فاقوا 1%، ما نقولش معناتها فاقوا ياسر، يعني فما انسان عاقل يقرا دراسه او يقرا حاجه، فهمت؟ معناتها علميه او يسمع حاجه ما يفهمهاش، يجي يقول لك اش نايك؟ فما هذه فين شفتها؟ شفت؟ يجي واحد اخر يقول لك لا فك عليا وما يهمنيش، ويجي بوستي مثلا حكايه فارغه وكل شيء، باهي نعرف كل شيء مهم، يقول لي لا اش بيها هكا تمشي للفيسبوكات تاع الغربيين ولا تاع الواحد تلقاهم يهبطوا غناء نهبطوا غناء مش منهبطوا شغل، ولكن انا نقول لكم حاجه، الغربيين اللي تكلموا عليهم اللي تحبوا تتبعوهم، وانا وطن نتكلم على الغرب، راني احترم الغرب احترام لا يقدر بثمن، فهمت؟ لانهم وجدوا هويتهم، وجدوا ذواتهم، وجدوا نفسهم، حكوماتهم وسياسيهم يخدموا في مصلحتهم وتحت امرهم، وغير يتغشش عليهم واحد بالشعب يوليوا يرعشوا، فهمت؟ يوليوا يرعشوا، لكن انتم وصلتوا في قاع ساقيهم، في القاع نتاع ساقيهم وصلتوا، ها؟ باش تجي يقول لك ليه انا ملحده وانا انا ملحد وما نحبش نقول ولا نهبط كان اليسا وكذا ومانيكور ودرشنوة وهاني اليوم سرحت شعري وهاني نعملي درشنوة، فهمت؟ انا جو سوي ليبغ، هنوري شويه بزاز لي شويه، هاو درشنوة هاو درشنوة، فهمت؟ هاني نعم في بيكيني، اوكي عم في بيكيني منيك واعمل اللي تحب انت يا ربك، ما يهمنيش في ربك، لكن باش تجعل كل شيء 3 سنين 4 سنين، فما اشخاص نشوف فيهم ويسميوا روحهم ملحدين ويحلوا رب فمهم يقولوا ملحدين، ولا يجي بارتاجي قال اينشتاين ولا قال ديكينس، فهمت؟ هذاك الشعب احنا ما عندناش ثقافه، ما عندناش تاريخ، ما عندناش، فهمت؟ ناس ضحوا برواحهم وبانفسهم، ما عندناش احنا مفكرين، المفكرين هذوك ما، فهمت؟ ثم شوفوا رب واحد علمي ولا شو اسم ربه، فهمت؟ زباله، فهمت؟ خضار، فهمت؟ على الاقل هما المسلمين، فهمت؟ يعرفوا كيفاش يلعبوا بالناس، يعرفوا كيفاش يلعبوا بالمسلمين ويجعلوهم عبيد تحتهم، شوف كيفاش يبداو يعطوه قيمه واحد، وانتوما تقتلوا المبدعين فيكم قبل ما يتولدوا، قبل ما يتولدوا غير يحل فمه، كي انتوما ما تعطيوش قيمه للناس اللي عندهم تجربه واللي عندهم معرفه، شكون تحب ربكم يعطيكم قيمه؟ كي انتوما تبداو تلفوا وتدوروا وراه كان الكلب اللي يكذب عليكم واللي يفلم عليكم واللي يجيب لكم القصص الخياليه، فهمت؟ فهمت؟ ناك تريحه، ناك تريحه من الراجل، فهمت؟ من الراجل ناك تريحه، كي انتوما ما تحترموش مثقفيكم حتى حتى انسان، في حتى الغرب اللي تحبوا تتبعوه، فهمت؟ اللي تحبوا الغرب ما يعترفش بيكم اصلا، في حتى الغرب كي يشوفك تبعته يقول هذا هما الزبل نتاعها من الكل يرموا فيها عنا، هما المسيحيه ما عادش توكل خبز عندهم هوني،
الكنيس كل ولات ريستورانات وكل شيء فين يبعثوها يبعثوها لتونس والجزائر والمغرب فهمت يبعثوا لكم الزبل الفريب حتى ايديولوجيا حتى فكريا يبعثوا لكم كل الفريب وموفي كاليتي فهمت هما ولاو ياكلوا البيو والحاجات السليمه بينما انتوما يبعثوا لكم في المواد اللي باش تحطوهم في الزرعه نتاعكم فهمت باش توكلوا شعوبكم السم حتى الدويات وما نلومهمش ونحترمهم وشابو ليهم القاو عباد يركبوا عليهم فهمت القاو عباد قابلين للنكاح اتم معنى الكلمه النكاح يا اخي معناتها ما نعرفش انا معناتها هل معناتها واعيين بهذا الشيء وانا تعرف صدقني وصدقني وصدقني ونعاود نقولها مانيش نتكلم مع الاشخاص التافهين اللي نشوف فيهم على المجموعه مانيش نتكلم مع الاشخاص التافهين جوستومون ايمن ايمن جوستومون هما قدموا عملوا عملوا حاجات عملوا حاجات وانا كيما قلت لك مانيش نتكلم على التافهين انا نتكلم على المثقفين اللي اي نقد يتعرضوا له من طرف هؤلاء فهمت المنيكين تلقاه يجبد روحه ويفك عليه خاطر نعرفكم انتم تفهموني يمكن هو ما يفهمونيش شنو نقص يمكن يقولوا هذا منيك وهذا كذا وهذا كذا وهذا ما يهموش وعايش البرة وكذا وكذا نعرف هذيك اللهجه فهمت انا ربك وحتى جلال وحتى فلان وحتى فلان وحتى فلان اش لز ربي افضل نحكي مع ربكم ماني عايش البرة يا سيدي ها ما نحكي مش مع ربكم انا نمشي نعيش حياتي فهمت وش يهمني في ربكم تموتوا ولا تتناكوا ولا تاكلوا حتى الحشيش لكن مثلا وقت نجي انا نحكي يا اخي انا ما عشت في تونس عشت في تونس انا كنت عايش في فرنسا حياتي كامله تربيت في فرنسا ورجعت لتونس عام 98 وقعدت في تونس حتى لما يسمى الانتفاضه فهمت الى ما يسمى الانتفاضه وانا بحد ذاتي فهمت ما عندي حتى مشكله ما عندي حتى مشكله غير ظروف اجبرتني على الخروج وانا مانيش كاره تونس فهمت لكن انا تو مثلا في الخارج هاني موجود في الخارج علاش نحكي وعلاش نعمل في فيديوهات وعلاش نكسر في راسي وعلاش كل شيء نسكر ربو فيسبوك ونمشي مع الفرنسيس وهاو نهبط لهم بسليب وهاو نمشي كداو ونيك ربكم ونبدل رب اسمي وفهمتوا ما عادش نعرف ربكم بالكل اصلا اللي ما همش فاهمين يا شيراز فهمت اللي الثوره ما همش قارين تاريخ الثورات لا تقوم من الداخل وحده ولا تقوم من الخارج وحده ما يعرفش اللي الخارج علاش خاطر الداخل عليه ضغط نفهموا والخارج ما عليهش ضغط شوفوا محمد رب اللي خرجتوا ما عادش تؤمنوا به فهمت مو عنده جماعه في مكه ومشى للمدينه وبدا يخدم على روحه يا اخي ما قريتوش تاريخه يقراوا التاريخ تقراوا ابن خلدون ربكم اقراوا ابن خلدون التاريخ ويعيدوا نفسه يجي يتعاركوا لي يا اسرائيل ما اسرائيل كذا فلسطين دا 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 دا. احنا وصلنا لذاك احنا ساعه قبل كل شيء قبل ما تناقش ساعه احنا نناقش في كل شيء فما حتى مشكله ناقش فهمت ومانيش ضد التعليقات الخايبه وما نلومش الاشخاص اللي يعملوا التعليمات الخايبه التعليقات الخايبه على خاطر دايرين بعباد بهايم ولانهم مجموعين في مجموعات نتاع قطيع نتاع كلاب فهمت خاطر هو خرج من الاسلام كانوا راكبين عليه المسلمين ما ينجمش يقعد ظهره فارغ لازم يجي يركب عليه واحد اخر فهمت لازم ما عندوش خيارات يحب هكا يحن شكون يركب عليه ويقود ويقول شنو يعمل ما يعملش اذا انا مانيش اللوم فيهم هما انا اللوم في اللي يهربوا من الجروب مهما كان يهربوا من الجروب بحجه هذوما ناس بهايب هذوما بالحق نحكي راهو امونه وشيراز وغيرهم بالحق نحكي هذوما اللي نلومهم انتوما نلومكم يا اخي شكون باش تخليهم يا سيدي خلي يسبونا
كون رؤوف رحيم. فهمت؟ انا مانيش نعمل عليكم راهو في خطاب صدقني، وما كنتش ناوي باش نعمل اصلا الفيديو، فهمت؟ ومانيش متنرفز زاد، وجو مون فو كومبليتمون ترما بارده كيما يقولوا، فهمت؟ ما يهمنيش، جو مون فو كومبليتمون، فهمت؟ اما شنو معناتها نحب نسال، اسكو فولي معناتها اسكو فولي كو لي شوز شونج، فهمت؟ تحبوا الوضع يتغير، تحبوا المجتمعات، فهمت؟ ان تحبوا مجتمعات تحترمنا، تحبوا الناس صخيب. انت الغربي وقت يشوفك تعمل له في حاجات اللي يعمل فيها هما صخيب يصفق لك، لا يقول شوفك القرد، وقت يضحك معاك كان القرد. شفت تمشي البلفيدارة وقت تعمل هكايا تاكل بسكويته، فهمت؟ مو بعد تبزقها وترميها للقرد وهو ياكل بسكويته ويبزقها، نفس الشيء، صدقوني نفس الشيء، فهمت؟ الغربي واحترم الغربي، وربوبة هما، ربوبة حواوكم من كل جهة، جاوكم بالعروبة ناكوكم، جاوكم بالإسلام ناكوكم، جاوكم بالحداثة ناكوكم، جاوكم بالعلمانية ناكوكم، جاوكم بالشيوعية ناكوكم، ناكوكم من جميع الجهات، فهمت؟ جاؤوكم من جميع النواحي، فين تطلعوا للسماء وتهبطوا حتى للزيكستار تيرستر والشيطانيين جابوه لكم ناكوكم بها، فهمت؟ الحل يا وليد، أول شيء، وهذا قانون تاريخي، اختاروا قيادة تلموا عليها. اسمعني، ساعات يتصلوا بي بعض الجماعة يعملوا لي يقولوا لي شبيك تقول الكلام هذا، شبيك تقول الكلام هذا، ونقول لهم ربكم توا أنا اقترحت اقتراح، اوكي، نكونوا معناتها نتكلموا برجولي، انا اقترحت اقتراح، عندكم بديل؟ عندكم واحد عنده كرارس؟ ها؟ عندكم؟ باه، كان عندكم تفضلوا ناقشوا، ما عندكمش سكروا رب فمكم، توا انا جبت هذه الحاجه، نتكيف في رب مالبورو لايت، نجي تقول لي ايه مالبورو لايت بنيك بنيك، جيب لي حاجه اخرى ربك، جيب لي حاجه اخرى، اعطيني حاجه اخرى نتكيف. وريني بلكش نشوفها، بلكش نلقاها خير من مالبورو لاين، جيب لي حاجه اخرى، تخوح وتحل في فمك منيك، هذه حاجه. حاجه ثانيه، انتم قريتوا تاريخ الثورات اللي قامت في التاريخ؟ الاشخاص اللي يقوموا بالثورات ما همش ناس عاديين بقى، لازم يكون عندهم كاريزم، لازم يكون عندهم كرارس، لازم يكونوا رجال بمفهوم مش رجال فهمت قبيب، لا، نجم تكونوا مراه وعندها قبيب، فهمت؟ فكري اول حاجه. الاشخاص اللي يقوموا بثورات خطر احنا ما عندنا حتى حل، لازم نحطوا قواعد اساسيه، كل الاحزاب السياسيه والجمعيات والسيستم اللي بناه بورقيبه وبن علي وتواصل فيه النهضه، الكل لازم يتدمر، الكل لازم يتقلب، ما يبقى منه شيء، ويتبنى على قواعد سليمه. فما حاجات ما فيهاش تصليح، لازمك تهد، لا اله، كسر الخرا الكل، فهمت؟ كيما عملوا الايسلنديين، الايسلنديين قرروا في ليله ونهار باش يطيحوا الحكومه والبرلمان، يحطوا ربهم في الحبس ويعملوا نظام جديد. وراهم ما تقولوش اللي يكتبوا لكم في الدستور وبقوا عامين ويلعبوا بيكم ويتمنيكوا عليكم وفي الاخر فهمت؟ عيتا وشهود على ذبيحه القنفود، ويجيبوا لكم في التلفز ويبدا يتزبر وانا مع كذا، ومن بعد شنو خرجوا لنا؟ تونس دولة عربية إسلامية، يا يعني ندير ربكم والرب نتاع ربكم، وما نسبش أنا، وهذه فيديو نسب فيها، فهمت؟ على خاطر أنا نفهم جلال بريك يبدأ يربرب عليكم، نفهم لأن بالفعل شيء يخرج المخ، خاطر جلال بريك رغم كل شيء هو أكثر وعي مني سياسيا، أنا ما نعتبرش سياسيا، مانيش سياسي وما عنديش الجرأة نتاعو السياسية. جلال بريك رغم كل شيء هو راجل المرحله، كل اللي تقولوا عليه تقولوا منيك تقولوا كذا ما معاه حد، يا اخي ما معاه حد، شكون يخلق جوستومون كسروا عاود صار ما تنجمش تبني، ايش باش تبني على الخرا؟ انا بنينا هذا خمس سنوات بعد رب الثوره هذه اللي عملوها هما، فهمت؟ وراهي الثوره هذيك من 2005 راه، من 2005 وانا نصيح ونعيط،
ونقول راهي باش تتناك من الاجتماع تاع باريس وانا نقول راهي باش تتناك. حتى ان في 2008 فهمت في 2000 مشيت وقتها كاتب وزير الداخليه فهمت منجي شوشان وقلت له راهي قاعده وانا تحت الاقامه الجبريه وتحطوني اهل منال احنا تحت انا تحت الاقامه الجبريه قلت له راهو الاخوانجيه باش يوصلوا للحكم فهمت. قال لي استفهم منه انت شادين السيتياسيون بيان ونشوف فيهم وقتها في نواد وكيفاش يخدموا هما والشيوعيين والجبهه والكلب نتاع اليساريين فهمت الكلب نتاع اليساريين والقوميين العرب وكل شيء وشفتوا شنو وقع في تونس وفرض ركوننا ثوره فهمت ويهزوا فينا من جهه لجهه. اذا تقول لي شنو الحل؟ نقول لك الحل في مرحله من المراحل شفت وقت تبدا انت في غابه ولا في بلاصه وعندك خطر يحاط بك من كل جهه ماكش باش تختار شكون هو الاصلح هذا قانون. فما جمعيه مش جمعيه هي حركه في امريكا اسمها من اجل حياه افضل للسود. هذه الحركه تقوم على نظام كما نظام الخواج من يتقدم الاول هو اللي يقود الحركه فهمت؟ صادق جلال بريك شفتوها صدقني صدقني انا قابلته فهمت؟ ونحكي معاه راهو انسان انساني حشام ما يقولش كلمه خارجه على الطريق معناتها انسان مثقف متربي ولد عائله كما نقولوا احنا بتونس كان تحبوا فكره ولد العائله رغم اني ولاد العائله الكل ولا ولاد حرام فهمت ما عادش تعرف فهمت؟ دونك هذه معناتها المنظمه الحركه ما عندهاش لا رئيس ما عندها حتى شيء الشخص اللي يتقدم واللي يثبت جدارته كيما الخوارج الخوارج يقول لك الحكم لله اللي يتقدم وصل علينا اللي يتقدم الاول احنا معاه احنا توا في مرحله يا ايمن باحثين اكاديميين على مسلسل العلوم الانسانيه هذا حكايه فارغه هذا من بعد يجي وحده يا ايمن هذا كلام فارغ هذا هاكش عملوا بالمفكرين والمثقفين ربهم اللي كتبوا الدستور خرجونا خرجونا خرية على كاتب فهمت خرجونا خرية على كاتب اذا لازم يكون فما راي حاسم ومباشر ولو نكونوا ربعة من الناس راهو اللي غيروا التاريخ ماهوش الشعب راهو النهضه والنداء وكل الساتيليت الكلاب اللي معاهم الاحزاب الكل الموجوده والجمعيات والاذاعات والتلفزيونات وكل شيء ما يتعداوش 10000 واحد كل يحكموا في رب 10 ملايين 10 شنو تونس 10 ملايين في حي حومه حومه رو... اسمعني ابغى نقول لكم حاجه فما حاجات معناتها بالفعل فما ياسر ما يعرفوهاش شفتوا الغرب وقوته امريكا وصواريخها وربها ودير رب ربها والقنابل اليوويه بتاعها واسرائيل معاها وروسيا معاها فهمت وكل اوروبا معاها ما تنجم تعمل شيء قدام اراده الشعوب ما تنجم تعمل رب شيء حل فم سكر سورتو كي تبدا الشعوب متحضره وانسانيه باهي كان يطلعوا لها جماعه اسلاميين وكل شيء يقصف ربهم مش مشكله نيك ربهم حتى بالغاز فهمت حتى الغرب يفكر في مصلحته اموره ما عندي حتى مشكل معاه ينيك عينه اموره خاصه احنا زاد لازم نفكروا في مصلحتنا يا اما موت يا اما حياه ما فماش حاجه اخرى. اذا حبيت نرجع لكم للجمعيه وللخوارج والخوارج اللي جاوا لتونس وكل شيء وعلاش انتشر هذا راه ماهوش فكر هذا فكر يجري في الطبيعه نتاعنا احنا شعوب شمال افريقيا لازم نرجعوا لاصلنا لازم نرجعوا لاصلنا فهمت لازمنا نرجع لاصلنا باش نعرف شكون احنا ما عرفناش شكون احنا ربنا لا عرفنا رحنا بط ولا كان عرفنا بط ونمشيو نعوموا في برك ولا عرفنا روحنا سمك تمشيو نعوموا تحت الماء ولا عرفنا نحن علاش فهمت تو نبعبعوا ولا عرفنا روحنا بقر تو نمومو فهمت ما عرفنا روحنا شنو لا نعرفوا لا عرفنا روحنا احنا نجم نطير ولا ما نجمش نجم نعوم ولا ما نعومش نجم ما نعرف شيء. اذا اول حاجه وهذه من القواعد الاساسيه اللي سالني وليد قال لي شنو الحل من القواعد الاساسيه الشعب لا يعرف ذاته ولا يعرف هويته ولا يعرف من هو لا يمكن ان يبني حضاره فهمت وهذاك تسمي فيهم مثقفين شكون
ما حاجتناش مثقفين يا أيمن، حاجتنا برجال عمل، أكشن أكشن، فهمت؟ يا ودي تشبيك يا أيمن، شكون رب فولتير؟ فولتير إلي بوغ ليكسكلافاجيزم، فولتير اللي تحكي عليه، شي يهمنا في رب ورب فولتير؟ عندنا الفولتيرات نتاعنا وعندنا المفكرين نتاعنا، علاش تحقروا في رواحكم ديما تسخيبوا رواحكم كلاب، ما تنجموا تعملوا حتى شيء، وتجيبوا كان في الدراسات والدراسات والدراسات. راهو الحل لازم أول حاجة تعرف ذاتك شكون، ثاني حاجة وأهم حاجة أنك تحط رمز، 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 والأمازيغ على عبر التاريخ، وشمال أفريقيا على عبر التاريخ، فهمت؟ كانوا يعرفوا، فهمت؟ يعرفوا ويفهموا أن الإنسان اللي واقف لازمهم يقفوا معه، معناتها يقف إنسان يقفوا معه، فهمت؟ لكن العروبة والإسلام اللي يعشش في رب مخاخكم ردوا ردكم لا، فهمت؟ طبعا سارة طبعا، ولكن في الأول فما أولويات، فما أولويات يا سارة، يعني احنا ماناش ناقصين مثقفين، وماناش يعني أكثر العلماء نتاعنا والمفكرين نتاعنا موجودين لبرا، كلهم موجودين لبرا، في برا مش يشوفوا، برا مش يشوفوا في ألمانيا، في فرنسا، في هولندا، في أمريكا، العلماء في الناس يستغلوا في عقولكم ربكم. تونس 10 ملايين، 10 ملايين، 1200 كيلومتر بحر، من أجمل البحرات. أه؟ تي احنا نورمالمون ما نخدموش، تعرف ولا؟ احنا ما نخدموش. احنا نحطوا ساق على ساق ونقعدوا، فهمت؟ لا لا لا، الدراسات يا حنبال، انا مانيش ضد الدراسات، اللي يحب يعمل دراسات يعمل دراسات، لكن الاولويه يا، انا مانيش ضد العلم، ومانيش ضد نستفادوا من الغرب، ونستفادوا حتى من اسرائيل، ونستفادوا حتى من زيمبابوي، كان عندها حاجه تحب تعلمها لنا، ما عندي حتى مشكله، انا نكلم الشيء الضروري، لازم الاولويات، لا يمكن أن تتقدم بدون أولويات، ساعات نضحي بحاجات من أجل حاجات أخرى، احنا توا مش في عهد فولتير وليس في عهد الثورة الفرنسية، احنا توا كل الأدوات يا سيدي تكري عباد، أوكي؟ يعملوا لك دراسات، توا لازم السلطة تتكسر وتتبنى سلطة جديدة، فهمت؟ عسلامة. توا يجب الهدم والبلاد والبلاد الجديد. اذا اول حاجه تحدد الهويه بتاعك، والهويه عندما نقول هويه، هويه الارض طبعا، اولويات، اول حاجه اولويات، اسمعني هذه معناتها التغيير، التغيير، التغيير ثبت تاريخيا يا حنبال انه يقع من راس السلطه اسهل، يعني هناك ملوك ردوا شعوبهم كامله من دين لدين غير لانهم ملوك وعندهم السلطه، يبدلوا لهم المذهب نتاعهم، يبدلوا لهم كل شيء، فهمت؟ احنا ما عندناش مشكل، ما عندناش مشكل مع النص مهما كان، اللي موجود في ضايع في الكتب اليهوديه واللي موجود في ضايع في الكتب الفيديه ما تنجمش تصورها بال، فهمت؟ ما تنجمش تصورها بال. اذا احنا تو الهدف والاساسيات، طبعا طبعا يا ساره، طبعا طبعا، فهمت؟ مخترعين يا ولدي، دماغات التوانسه والتوانسه والشمال الافريقيين نتعلموا اللغه، راهو نمشيو لاي بلاد نتكلموا الصيني خير من الصيني، اللي شعوب اخرى تبقى 10 سنين تتعلم في اللغه ما تتعلمهاش، لازمنا نفيقوا روحنا، نحدوا هويتنا شكون احنا، والهويه مش على اساس عرقي وهو اصلي كذا وهو، ما يهمنيش، انا جيت حتى شفت، جيت حتى من مغولستان وعايش في تونس وتتكلم تونسي، الهوية ليس عرق، الهوية ليس لغة، التونسية بتاعنا تكفينا، وعندنا الأمازيغية هي اللغة الأم على عيننا وعلى راسنا، ومنها استمدت الدرجة بتاعنا، اللهجة بتاعنا، تشوف بعض الغناء اللي موجود جهة الشمال الغربي ولا في الجنوب، نيك ربها يطلعوا للسماء ويهبطوا، أكثر واحد يتكلموا العربية ما نجموش يفهموه.
احنا التوانسه وما نفهموهاش. ها جهه الرديف وجهه قفصه اغنى ما تفهم منه حتى كعبه، لازمك مترجم. فهمت؟ لازم الهويه ولازم القياده ولازم الالتفاف نحو القياده وتقصير رب هذا الدنيا كل. واللي ما يحبش يجي يقعد على روحه مش منا فيه. فهمت؟ خلي نشوفوا شكون اللي يحب بالفعل ان هالوضع يتبدل في تونس، وشكون اللي يحب مازال يبوس في اليدين ويبوس في الساقين ويتبع في السياسيين الكلاب من اكبر حزب لاصغر حزب. فهمت؟ اللي يفكروا كان على مصلحتهم وتجي يتكلموا هكا ولا هكا يقول لك ليه مصالح سياسيه، مصالح سياسيه. عندي الرب السياسه مصالح سياسيه، واحد ربك يسرقك سارق ونجي نتعامل معاه مصالح سياسيه تفو عليه. ما نرحمش انا في المساله هذه. فهمت؟ دونك فوالا، معناتها هذا هو اللي حبيت نقوله الحقيقه. ما عنديش اكثر باش نقول. نظن وصلت الفكره. فهمت؟ وصلت الفكره. لا مش مساله يا وليد المساله واضحه. فهمت؟ المساله واضحه. اون بيزوان تحديد الهويه، تحديد القيادي، واتباع القيادي. انت تدري لو اخترنا قيادي يا سيدي، ما نقول الجلال نقول اكس، واصبح عنده قاعده شعبيه بدون لا احزاب ولا بطاقات ولا اوراق ولا زبي، نحى عليها كل شيء، غير ولاء قلبي نفسي، عهد كلمه رجال معاك. فهمت؟ معاك انا وقت يقول كلمته. فهمت؟ معاه. يا اما نموت الكل يا اما نحيو الكل. وتجي تقولوا لي في الخارج وما همش في خطر، ربكم احنا في الخارج اكثر منكم انتوما، اش خلاهم هما عاملين علينا حراسه نهار وليل، واحنا نحرسوا في رواحنا. احنا في خطر اكثر منكم انتوما، وعندي نموت اليوم ولا نموت غدوه جو مون فو كومبليتمون. المهم، فهمت؟ المهم ان نكون نعيش حياتنا كيما نحبوا. علاش احنا بقينا في الخراء 3000 سنه من قبل الاسلام، باش نكونوا واضحين. فهمت؟ يا اما للغرب، يا اما الروما، يا اما البيزنطة، يا اما الرب درا شنو، يا باش نكونوا واضحين. رغم ان الغرب مهما عمل فينا اهون من اللي عمل فينا الشرق، وما هيش عداوه للشرق، وما نقصدش اهل الشرق ولا العرب. فهمت؟ لا، انا نتكلم على سياسيات وعلى مصالح دول. فهمت؟ لازم ساره، مش توا، اما اعطيو العهد. فهمت؟ العهد انا معاكم، وما نحبوهاش واحد، ما نحبوهاش حرب. فهمت؟ الخطوه الاولى والاساسيه، فهمت، هو الولاء. الولاء لشخص، نتفاهموا على شخص، الكلنا نتفاهموا على شخص. نعم واحد نقولوا فوالا احنا، واللي ما يحبوش معناتها اللي معناتها الشخص هذايا معناتها عنده اقتراح اخر تفضل. طبعا لازم اسمعني، انتم تتكلموا تحلوا في فهمكم، والاسلاميين والنهضه والاسلام ومحمد ربكم قدموا الاف القتلى. علاش تحبوا على طبق من ذهب؟ احنا ما نشوفش نقتلوا حد، وما نحبوش العنف اصلا، ولكن لو اقتل ظلما فما بها شنو هي فايده باش تعيش ربك بلاد نيكه كيما هذيك؟ العبيد خارجين منها افواجا. الخطوة الأولى هو ساعة كي تبدأ وليد كي تعمل الخطوة هذه. فهمت؟ الخطوة هذه سي ديجا بيان، من بعد بالخطوة. فهمت؟ بالخطوة لازمنا هذاك الحل، ما عندناش حل آخر. يعني مهما كانت الأخطاء، ومش توقع أخطاء، ومش توقع واحد، ومش توقع، ولكن ليس هناك شيء كامل. لازمك تستعرف أن ليس هناك شيء كامل، ولازم تضحية. يا رب تخرج في الشارع تضرب الكاميون أو تموت. لازم ثورة تقطع مع كل
الجهات. انا مره نعاود لكم ونحكي مع سياسيين في اوروبا وقلت هيكم قديش من مره، كل اللوبيات العالم تخدم في تونس وشمال افريقيا. وقت يحبوا حاجه ولا مشروع ولا اي حاجه يمشيوا يا من السعوديه يا من فرنسا يا من امريكا يا من تركيا يا من اكاو، ما يجيوش لتونس. تونس شكون؟ تونس شكون؟ شمال افريقيا شكون؟ كلاب، رؤساء كلاب يحكموا فينا الكل. وصدقني بالتكنولوجيا وبالامكانيات اللي عندنا توا، خمس سنين تطيح ربها تقلبها، العالم يقعد ما هما نقفولهم نقفولهم عملوا ثوره المره هذه، فهمت؟ مش يقعدوا، ماهوش باش يعرفوا، ما ينجموش يعرفوا، ما ينجموش، على خاطر باش نقولوا لهم ربكم احنا عندنا انسانيتنا، احنا بشر ونحطوا القوانين اكثر انسانيه من انسانيتكم بالنسبه لينا احنا. اموركم انتوما، نحترموكم قوانينكم لاموركم، اما احنا نحط قوانيننا نستفيدوا منكم ايه؟ وخاطر انتوما بيتكم استفدتوا منا واستفدتوا من الاخرين، ومش انا واحنا وانتوما، مش فكره احنا وانتوما، لا، خاطر انتوما تفكروا بالتفكير هذا، احنا لازمنا نفكروا بالتفكير هذا، وقتها نوصلوا احنا كيف كيف، وتكون عندنا هويه، وتكون عندنا اصل، ويكون عندنا فصل، ونحكموا بلادنا، وقتها تكلم لي عن الانسانيه. يجي واحد تونسي يفو اتر هيومانيستي بو بارلي، ما لازمكش تتكلم على الامازيغيه واحنا تونسا ودار شنو ودار شنو. ربك ربك هما وقت يتكلموا على الانسانيه عندهم هويتهم. انت باش تاخذ الجنسيه في هولندا ولا غير باش تعيش في هولندا، لازمك تعمل ثلاثه امتحانات غير اللغه، العادات والتقاليد والتاريخ. لازمك تعرف هما وقتاش يفطروا وقتاش يتعشاو، لازمك تعرف كيفاش يسلموا كيفاش يتكلموا. احنا تقاليد، راهي الهويه ماهيش لغه. الامازيغيه على عيننا وعلى راسنا، ويتعلمها اي انسان يحب يتعلمها، وماذا بينا تتعلم. والتونسيه تولي لغه رسميه، مش لوليد يتعلم من عند امه كلام بعد يدخل للمكتب يقولوا له بقره خروف. لوليد يضيع اربع سنين خمس سنين وهو يتعلم في اللغه العربيه، فهمت؟ الخوف والتردد، جوستومون الخوف، الخوف. اسمع الشنقه مع الجماعه خلاها صار، صدقني فهمت؟ الشنقه مع الجماعه خلاها، هي كيما نقولوا احنا يفو فرونشيغ لو با، يا اما نتناكل الكل يا اما نتعدى. وحتى كانت نتناكلها باش نخليو اسمنا في التاريخ ونكربو ونحاول. وسلوي كي نو ريسك ريان نورا ريان، واللي ما يجربش يعيش حياته كامله نياك، فهمت؟ يروح تنيك هي والشهادة بتاعهم الأكاديمية بتاعهم، يروح ينيك وما حشناش بيهم. هاي من هذوما، شفت اللي يقول لك شهادة اللي يقول لك شهادة قلوا روح نيك، فهمت؟ على خاطر اللي يغيروا التاريخ عبيد ما عندهمش شهادة. أعطيني واحد من اللي يغير التاريخ عنده شهادة، أعطيني واحد، فهمت؟ الشهادة يمسحوها يبلوها ويشربوا ماها، ولا يمسحوا بها في التواليت. يا اما نتحرك ويا اما نحطوا اليد في اليد، فهمت؟ ونقفوا مع بعضنا ونحيوا الخلافات بتاعنا، نحكيوا ما فما حتى مشكل، نحكيوا في كل شيء ما فما حتى مشكل، فهمت؟ لكن يكون عندنا هدف في جماعه، حاجه تجمع. يا ياسمين تو تسال فيا في سؤال معروف رايي فيها، حركه المفكرين الاحرار، وقلتها وعاودت قلتها وبلوكاوني، وحتى معناتها معناتها نحاوني اصلا، ورغم اللي عمري ما كنت فيها، عمري ما كنت فيها، ولكن معناتها قلت الراي فيها، وقلت في الحزب الليبرالي اللي خدمت معاه ونعرف شنو، فهمت؟ اذا سي با لا بين تحبوا نهار نحكيو في الموضوع هذا ونقول لكم كاخت سكتابل، انا ما عندي شيء ما نخبي، فهمت؟ ما عندي شيء ما نخبي. هذوما اكثر اللي هوني اللي تشوف فيهم المنيكين جايين منها، على خاطر فهمت الهدف نتاعهم انهم يحطوا لهم خريه في مخهم، خريه يحطوها في مخهم، وانا مانيش باش نعطي قيمه للزباله، فهمت؟ ما نعطيهاش قيمه، الزباله ما نعطيهاش قيمه، فهمت؟ احنا عندنا هدف، حبوا عباد مثقفين مش بالشهايد، مش بالشهايد، الشهايد يمسحوا بها تراميهم، كل بالدكتوراه بتاعهم بربهم، فهمت؟ الدكاترة اللي بنوا اللي عملوا الدستور التونسي، هذوك مع بيت عندهم شهادة، عندهم شهادة دكتوراه في القانون وكل شيء، ما يسواوش خارية، بس صفر صفر خير منهم،
دونك انا معناتها نفهم اللي اكثر الاشخاص هوني فهمت فما ياسر فهمت جايين كما قلت انا من جهات نعرفهم فهمت ونعرف المستوى الوعي بتاعهم الصفر اللي ما نجموش يقولوا كلمه فهمت ويحلوا في فمهم حتى معناتها الوقفه اللي اتعملت فهمت رغم اللي معناتها اتصلوا بي انا ياسر معناتها بالمئات وانا كنت مع الفكره من الاول فهمت كنت مع الفكره من الاول عندما اطلقها فرعون فهمت ولكن عندما تم استغلالها سياسيا فهمت وتم اللعب بالعباد من اجل ضغوطات على النهضه فهمت انا قلت له وانا ما تكلمتش رغم ذاك ما تكلمتش وعملت لهم الدعايه ووزعت وكل شيء قلت نيك رب الهدف هو نبيل رغم النوايا الخبيثه فهمت والتسقيط والنذله وهم راهم باش يشوفوا هذا الشيء تو تشوف كيف بداو باش يديو يرعشوا باش يجريوا فهمت باش يجريوا باش يعملوا حاجه باش ينموا جماعتهم هكا باش يخلوهم بايم مصدقين يقدوهم فهمت لا وليد تونس نتاع الجميع تونس نتاع الجميع نكربهم نكربهم الكل فهمت نكربهم الكل تونس الجميع وما عندي حتى مشكل مع الاسلاميين يا سيدي اللي يحب يطبق الشريعه نكتبوا له في بطاقه تعريف وقتها يمشي يبوس طفل نقصوا له زبه فهمت ونرجموا نكتبوها له في بطاقه تعريف تحب الشريعه عايش ايش هات بطاقه تعريف نتاعك وقتها تسرق نقص لك يدك اوكي كان تزنى نيك نرجم ربك فهمت تحبوا الشريعه اي جا انتم سلفيين كل يجاو 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 يجاوني الكل يجاو مع بعض ايش تحبوا فهمت تحب تعد الزوجات نيك ربك هاو نحط لك تعد الزوجات روح بيك 10 4 على روحك فهمت واحنا نحطوا القوانين المدني نتاعنا القوانين المدني اعمل اللي تحب ماجور فاكسيني في سكو تو فو ابعد فما قوانين انسانيه لا نقاش فيها يجي واحد مسلم يقول لك لا انا نحب نعرس بواحد 9 سنين نقول له هاو قعدك عليه تحب تعرس 9 سنين هاو قعدك عليه فهمت فما حاجات نجمو نقبلوها لي ماجور دي فاكسيني نو توش با لي زونفون ما تمسش الاطفال نيك ربك ما تمسش الاطفال ما عندك حتى حق على الطفل دونك جو كخوا جيتي كلير فهمت سي با لا بين دو دير بلوس مش لازم نزيد نتكلم اكثر دونك رايي واضح وما عندي حتى صدقني ما عندي واللي يعرفوني يعرفوني فهمت احنا محتاجين الراجل وانا نقول جلال بريك هو الرجل الوحيد اللي موجود الان اي يحبوا يعملوا نعطيهم جزيره نعطيهم زنبره وزنبريطه فهمت ما يمسوش الصغار فما حاجات ما يمسوهاش الصغار ما يمسوهاش فهمت بيدوفيلي ستاكرين فهمت هذاك محمد نتاعهم هناك الصغار ما يمنش فيه اموره فهمت اموره نعملوا لهم قوانين يا سيدي تحبوا هاو فهمت متحجبة تحب مناقبة أوكي بشرط يكون معاها ولي ما عندهاش الحق تخرج بدون ولي يكون معاها ولي مورينا رب لحيته باش نعرفوها شكون فهمت الكلهم قضاة مفكرين كلهم عملاء أنا نتحدى قلت لك الناس الوطنيين معناتها التوانسه الاصليين اللي من كيما نقول كيما تقول شي راس من راس الغاب معناتها من قاع الخابيه الكلهم يا اما الخارج يا اما ساكتين مساكن في تونس عايشين على روحهم فهمت الباقي كل اللي تشوف فيهم يتحركوا على الاذاعات على التلفزه على الواحد كل ما يجيبوا كنا نياك اخو فهمت وقلت لكم ما تخافوش الغرب وقت يشوفكم وليتوا رجال فهمت يحترمكم يقول اه اول رجال ها ولا رجال اي تو انا ما عنديش حتى مشكل قلت لك نتعاملوا مع الناس الكل ولكن في اطار التبادل المشترك مش تجي تشري نتاع مش بوركيبا يقول لك واحد مره كاتب معناتها ما عرفتش نجاوبه قال لي يزيكم فخر انه بورقيبه اسمه في كل نهج وان بورقيبه قراكم وعلمكم كانها مزيه يا رب دي حتى زيمبابوي ولا نوكا نكري ولا ما نعرفش شنو ولا حتى باماكو ولا تومبوكتو فهمت عندهم راهو المدارس وعندهم التعليم فهمت مش مزيره فهمت
اما كي بيعكم ويبيعك لكم الثروات نتاعكم لفرنسا وخرجتها هولندا وقلتها وعاود قلتها، فهمت؟ ان الثروات التونسيه تبقى تحت سيطره اوروبا منذ 150 سنه تنباع بثمن الاستخراج. وشوفوه الفيديو اللي عملته حول وين البترول، قبل ما تتكلموا على وين البترول تكلموا على وين عقولكم، فهمت؟ بورقيبه باع تونس، باعها تونس، فهمت؟ وبورقيبه وقت شاف العروبيين بداوا يدخلوا قوى الشيوعيه، وقت شاف الشيوعيين بداوا يدخلوا قوى الاسلاميين اللي نعيشوا فيه توا، وانا عايش وانا عايش على السبعينات، وانا عايش شنو وقع في تونس. باش يجيو توا، فهمتوا؟ ما تعرفوش التاريخ، والكتاب نتاعي باش يخرج بيانتو، وانا نقولها لكم وسي فغي اون فرونسي، باش نحاول باش نترجمو بالعربي، باش تقراوه، خاطر حتى الفرنساويه وليتو ضعيفه صفر فيها، فهمت؟ لغه اجنبيه، معناتها نجم نقولوا رغم الفرنسيه مش مهمه ياسر، الانجليزيه اهم، لكن او موا ميو كو لاغاب اللي هي سيت اون لونغ مارت، فهمت؟ والامازيغيه اللي يقول لك الامازيغيه لغه ميته، قولوا اليهوديه لغه ميته واحياوها في 30 سنه وردوها لغه العلم، فهمت؟ لان اللغه الامازيغيه هي لغه غنيه جدا. اذا فوالا، ما نحبش نزيد نقول اكثر، اتمنى الفكره وصلت، فهمت؟ وسامحوني على الكلام الخايب اللي قلته، وكان عندكم حاجه تحبوا تقولوها قبل ما نقص الفيديو، والا نقص الفيديو طبعا تنهبطوا على اليوتيوب ونهبطوا على معناتها البروفيل معنا. عندنا شيء، انا صحيح هي مجموعه سريه، ولكن راهو انا شخصيا ما عندي شيء ما نخبي، فهمت؟ انا وصلت لعمر نموت اليوم ولا غدوه عندي كيف كيف، ونيك ربة على الاقل قلت كلمتي. اوكي ساره، الخطه محطوطه، موجوده الخطه، فهمت؟ لازم الرجال يطبق. سي جلال حتى رجال الجماعه اللي بتاع جلال الكل يجمعوا واحد، اي اعملوا جروب واحدكم بتاع جلال الكل، واحد منكم يتبرع ويعمل جروب، اللي رب مش مع جلال ما يدخلش الجروب. اشهد ان لا اله الا جلال، فهمت؟ وندخل يا سيدي نعملوها، ما نقول قطيع، خلينا قطيع الراجل على الاقل. ويقول لك كيما واحد مره نقرا في تعليق قال له انت قحبه جلال، قل له خير من قحبه عادل السليمي، ولا ما نعرفش عليه شكون، ولا قحبه المرزوقي، ولا قحبه اي سي قحبه، انا قحبه. اوكي قحبه، اوكي عاي سبا، قحبه راجل خير من قحبه طحان ميبو. اوكي اعملوا جروب وحط، وما يدخل كرب جلال، خليه خاطر هذا الجروب احنا معناتها. هي في الحقيقة أشكر أيوب اللي عمل هذا الجروب، هي أول محاولة محايدة أتم عن الكلمة، خاطر الجروبات راهو يتعاملوا ياسر ويعملوا رواحهم زعما جروبات نتاع ملحدين ولا دينيين، وهما يغكروت لي جون ويهزوهم لجهات أخرى ويلعبوا بهم. هذاك اللعب نتاع القحبة ذاك، فهمت؟ حفظناه. فوالا قحبة جلال ولا قحبة محمد، فوالا قحبة هكاك تخلق سارة، هكاك تخلق الشعارات، قحبة جلال ولا قحبة محمد، وجلال وجلال وجلال، وروحوا نيكو وأرجل منكم وخير منكم وأحسن منكم، فهمت؟ واللي ما يعجبوش يضرب راسه على الحيط، خلينا ساعة نحرروا بلادنا ومن بعد نتفاهموا على الباقي. المهم شكرا، شكرا للجميع، ومع فيديو قادم وبالسلامة. يعطيكم بوسة وتحيا تونس ويحيا شمال أفريقيا. وسوف تعود الهوية، راهو الشعب صبر، فهمت؟ فمش شعب استعمر قد شعب شمال افريقيا، احنا ما استعمرنا حتى شعب، استعمرونا الناس الكل، فهمت؟ ورغم ذلك مازلنا واقفين، وباش نبقاو واقفين، وباش نكلكم ربكم، فهمت؟ وباش نعملوا قوانين انسانية بأتم معنى الكلمة للناس الكل، مرحبا بها. وكل من هو على شمال افريقيا فهو انسان حر امازيغي. وبسلامة بسلامة